توجه المصلون بأقاليم جهة درعا تفيلالت إلى المساجد المفتوحة من أجل أداء صلاتهم بعد توقف دام عدة أشهر، وتوافد المصلون على أبواب المساجد في انتظار رفع الأذان واصطفوا في انتظام للخضوع للإجراءات الاحترازية المعمول بها وفق البروتوكول الصحي لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، واحترم المصلون التدابير التي أقرتها السلطات المختصة لتفادي تفشي فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات وجلب سجاداتهم الخاصة بهم والالتزام بمسافة التباعد الجسدي. وبحسب المعطيات الإحصائية الخاصة بالفتح التدريجي للمساجد بجهة درعا تفيلالت، فإن عدد المساجد المفتوحة في المرحلة الأولى قد بلغ 283 مسجداً، في حين وصل العدد بالنسبة للمرحلة الثانية إلى 671 مسجداً.